أظهرت مقاطع فيديو مصورة حجم الأضرار التي لحقت بإحدى مخازن السيارات في ميناء عبد الله بالأحمد في الكويت، والذي خلف تدميراً لأكثر من 3000 سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ وأخشاب. وذكرت فرق الدفاع المدني أن المنطقة المكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى سرعة اندلاع الحريق وصعوبة السيطرة عليه، إضافة إلى وقوعه ليلاً.